السلام عليكم. اليوم غادي نحضر معكم واحد الوصفه لتغطيه الشعر الابيض. دونك غادي نحتاجوا للحنه، حنه تكون طبيعيه يعني مطحونه على اليد اولا من عند العطار كتكون مطحونه. غادي نحتاجوا الورد، غادي نحتاجوا ايضا القرنفل. القرنفل كيف ما كتعرفوا عنده فوائد جد كثيره بالنسبه للفروه ديال الشعر، ثم تيخلي واحد الرائحه رائعه في الشعر. دونك غادي نطحنوا الورد بوحديتو، ثم غادي نطحنوا هذاك القرنفل بوحدو باش نحصلوا على واحد المسحوق تاع القرنفل ومسحوق ديال الورد باش نضيفه الى داك الحنه ديالنا ونمزجوا هذاك الحنه مع القرنفل والورد. ممكن نستعملوا حتى القرنفل والورد نطبخوهم في الماء والماء ديالهم هو اللي نديروا نخلطوا به داك الحنه، وممكن نستعملوا على شكل مسحوق كيف ما كتلاحظوا. دونك ها هي الحنه ديالي مع داك الورد مطحون والقرنفل مطحون، وغادي نخلط هاد الحنه ديالي بالماء ديال البصل او بصله كتكون محكوكه وكناخذوا الماء ديالها، ولاحظتوا ان اللون خضر لان فيه حتى القرعه الخضراء. دونك نمزجوا المكونات ديالنا داك الحنه مع داك المكونات. انا كانت عندي فقط بقى لي غير شويه ديال ماء البصل فاستعملته مع هذه الحنه، اما نتوما الا بغيتوا تستعملوا فديروا كميه اكبر ديال البصل المحكوك باش تحصلوا على كميه اكبر ديال الماء. دونك من بعد كناخذوا داك الحنه ديالنا وكنخليوها ترتاح باش عاد ندوزو نديروها في الشعر ديالنا. منين تكونوا غادي تستعملوا هذه الحنه هذه اللي هي مزوجه مع بعض الاعشاب بحال الورد والقرنفل اللي شفتوا معايا اللي طحنتو وضفتو معهم مع شويه ديال البصله المحكوكه، الماء ديال البصله المحكوك لان كتعرفوا ان البصل مزيان مهم بالنسبه للشعر يعني خصوصا التساقط ديال الشعر. دونك هذه الوصفه هذه بصفه عامه كتبقى صحيه وطبيعيه، والهدف من هذه الوصفه الاساسي هو اننا نعاونوا اننا نوقفوا على الاقل تساقط ديال الشعر، والهدف الثاني كيبقى هو اننا نغطيو هذاك الشيء. المهم اثناء استعمال هذه الوصفه هذه ديال الحنه، كيف ما كتعرفوا ملي كنبغيو نوضعوا الحنه على الشعر ديالنا ضروري داك الجهه اللي كتكون ما بين فين كاين عندنا الشعر نابت لينا في الفروه ديال الراس والجهه ديال الجبهه، ملي كنديروا هاد الحنه تتبقى لينا هذاك الجهه اللي ما بين الجبهه وما بين الشعر كتلون لينا حتى هي بداك اللون ديال الحنه. دونك باش نتفاداو ان اللون ما يوصلش لينا للجبهه ديال الوجه ديالنا فنديروا واحد الطبقه تاع فازلين، كناخذوا شويه ديال الفازلين وكندهنوا هكا فداك الجهه اللي هي ما بين فين كاين عندنا الشعر وما بين فين كاين عندنا داك الجبهه اولا الجلد، وكان كتشكل لنا واحد الطبقه عازله اللي كتمنع ان داك الصباغه او داك اللون ديال داك الحنه ما يطلقش لينا في الجلد ديالنا، وبالتالي كنكونوا درنا وصفه اللي هي طبيعيه نغطيو بها الشيء ووقفنا نوعا ما تساقط الشعر لان اضفنا داك المحلول ديال البصل اللي هو محكوك، ثم في نفس الوقت حمينا هذا المكان ديال الجبهه ما يبانش فيه داك اللون لان ملي ما تنديروش داك الفازلين تتبقى لينا كيبان لينا داك اللون على جهه الجبهه دليل على اننا دايرين الحنه او دايرين صباغه مثلا في الشعر. دونك كنتمنى ان هذه الوصفه هذه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وفي جميع الاحوال كتبقى وصفه اللي هي صحيه ووصفه اللي هي طبيعيه لان فيها فقط غير الحنه وفيها اعشاب اللي هي طبيعيه كتقوي الشعر كتمنع التساقط، واهم شيء انها كتغطي لنا الشيب. صحيح ان التغطيه ديال الشيب كتبقى من الاشياء اللي كتحتاج شي شويه ديال الصبر لان ما غاديش يمكن من الوصفه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه غادي نقدروا تماما نغطيو الشيب نهائيا، ولكن مع التكرار ومع المداومه ديال هذه الوصفه هذه ديال الحنه مع الاعشاب الطبيعيه بمعنى ان ماشي نديرو مثلا غير القرنفل والورد اللي انا وريتكم، كاين بزاف ديال الاعشاب اللي كتباع عند العطار اللي كتبقى صحيه وكتبقى طبيعيه وكتبقى ملونه ممكن نطحنوها ونضيفوها مع الحنه او فقط غير كنطبخوها بوحديتها في الماء وهذاك الماء ديالها هو اللي كنضيفو على داك الحنه وكنحصلوا على حنه اللي كتكون فيها هذوك الملونات ديال داك الاعشاب بشكل طبيعي، وكنوضعوها على الشعر ديالنا وما كنخافوا من حتى شي حاجه لان كتبقى طريقه اللي هي سليمه والوصفه كتبقى طبيعيه.
اذا باش نحصلوا على نتيجه افضل خص المداومه المداومه المداومه. مثلا اذا كانت السيده كل جمعه كتمشي للحمام او كل خميس او لا المهم عندها مره في الاسبوع او مرتين في الاسبوع، فدائما قبل ما تمشي للحمام ساعتين قبل 3 سوايع قبل تكون درت هذه الوصفه هذه على الشعر ديالها او اي وصفه كيف ما كان النوع ديالها طالما فيها اعشاب طبيعيه مع الحنه اللي تكون طبيعيه فكديرها لشعرها. وبيان سور تخلطها مع الماء ديال البصله مثلا باش كتمنع شويه ديال التساقط ديال الشعر، فكتبقى وصفه اللي هي طبيعيه. والمداومه المداومه عليها هو اللي غادي يخلي لنا هذاك اللون ديال الشعر يبقى غادي وكيتركز غادي وكيتفونص، لان ما يمكنش من الاستعمال الاول تبان لك النتيجه. الاستعمال الاول هي اللي كتعطيك ان اللون ديال الشعره ما تيبقاش ابيض بل تيولي اللون ديالو اقرب الى يعني اللون ديال الحنه، تعطينا اللون ديال الحنه. بعض المرات ما تيعجبنيش هذاك اللون في الشعر لان تيكون مثلا السيده عندها الشعر مثلا اسود وملي كدير الحنه تعطيها واحد اللون مختلف، ولكن مع المداومه كل مره كل مره كتولي داك الشعره اشاك فوا كتزيد تكونسونطرا او لا كتزيد تفونسا في لا كولور ديالها حتى كتولي تقرب من داك اللون الطبيعي ديال الشعره ديالها، وبالتالي ما غاديش يولي عندها كيشكل مشكل. اذا كنتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم. وكيف ما كتعرفوا قناه مفكر للسبي الاسري فهي دائما كتحاول تقلب لكم على الحيل ولا لي زاستيس اللي تقدر تعاوننا في حياتنا وفي التدبير ديالنا الاسري بشكل عام.